سمحت لي حضرتك، احنا مؤخرا ما بقاش في الريبيتد كلاينت زي زمان كان حضرتك اللي هو عندنا بيجي ويعيد مره انا تانية. اسف ان انا قطعت حضرتك، يعني زمان كان السايح معروف ان هو بيجي في التاريخ الفلاني بيكررها السنه اللي بعديها في نفس التاريخ، بيطلب نفس رقم الغرفه بنفس الفندق. احنا مستوى السياحه في النازل خلال الفتره اللي فاتت، وما هياش عمليه تنافسيه، هي عمليه تنافسيه داخليه، ان في كثير من العاملين في قطاع السياحه بيضربوا، واحنا ياما طالبنا بوضع حد ادنى البرنامج اليوم، يعني يبقى في زي ما في مثلا الاوتيلات ليه مينيمم ما ينزلش عنه الخمس نجوم او الاربع نجوم او التلات نجوم، لازم البرنامج الليله السياحيه ما تقلش عن مبلغ معين. احنا حضرتك النهارده في الصين البرنامج اسبوع بيتباع ب $50، مش الليله، الاسبوع. اسبوع 50 ده سبع ليالي شاملين الانتقالات 500 ل 600 دولار، في حين ان الطياره 24 ساعه رايح جاي، الرقم تذكره الطياره نفسها الرقم. فحضرتك انت هتقدمي ايه للسائح اللي جاي ينزل خمس نجوم ب $50؟ ما هو لازم هيجي هياخد خدمه سيئه، مش هيرجع. المشكله الداخليه ان احنا من ضمن المشكله الاساسيه ان مطلوب وضع اليه حقيقيه قابله للتطبيق، وده الموضوع ده سهل مش صعب، لوضع حد ادنى للاسعار. طب ده على فكره يا فندم، احنا يعني لو حضرتك تتفقوا معايا، احنا اتكلمنا في الموضوع ده او كان المقترح ده من زمان، او يمكن من الوزاره اللي قبل دي كمان، ولحد دلوقتي ما فيش اي حد التفت ليها من وزاره السياحه. في مقالات نزلت بتحكي قصص طويله، فعلا موضوع الصين انا عندي اعلانات الباكج اسبوع، مع ان احنا بنتكلم عن 25 ساعه طيران، يعني تكلفه الطياره نفسها مش قليله. وضع حد ادنى للتسعير ده كده بيحل لي 80% من المشاكل بتاعتي، 80% ده على المستوى الداخلي والتفاصيل. وعايز اقول لحضرتك هي حلها بسيط جدا، لو انا النهارده كشركات مش قادر ان انا اتفق فيما بيننا على هذا، الدوله تطبق تفرض ضريبه على الحد الادنى، انت بعته بقى ب $50، بعته ب $100، نفس الكلام في الفنادق برضه، ضريبه كذا على الشخص. وكان في زمان حاجه اسمها استماره سين، اللي هي بتحدد عدد السياح اللي داخلين مصر، بيتكتب فيها الدخل وبيكتب لك فيها الدخل وتراقب، وكان نظام شغال في مصر سنين طويله، يعني يعني احنا بس لو رجعنا للي كان بيتعمل وكنا كويسين فيه، يعني مش هنخترع العجل، لو رجعنا عايزين نرجع زي ما كنا نعمله هيكون وضعنا افضل. هي مش كنوع من انواع الاختناق للشركات، ولكن لعمليه التقنين، لان هو في الاخر حضرتك انت النهارده السياحه بتمثل 12% من الناتج المحلي. كان جوز اب تو 25%. اعلى نسبه وصلت لها كانت امتى؟ في افضل فتره كانت مصر فيها السياحه تقريبا. حضرتك انت افضل فتره كانت في 2010. انت كان السياح 14 مليون بعائد 11.6 مليار دولار. وهذا بدا في التناقص 2011 يعني امر طبيعي عشان طبعا الاحداث اللي مرت بيها مصر.